بعد هذه الوصفه السهله اللي كنحتاجوا فيها جوج ديال المكونات اللي هما التمر والعرعار، من المستحيل انها تضرك المعده. افضل وصفه لعلاج حموضه وقرحه والتهاب المعده كما قلت لكم فقط بجوج مكونات. الاول هو العرعار البلدي، المكون اللي نخلطوا به هو التمر، وتوجور الوصفات اللي كيكون فيها مكون ذكر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يكونوا وصفات رائعه. وبليس هذه الوصفه مجربه من طرف بزاف ديال الناس اللي جربوها، خلي كومونتير تشجع ناس اخرين. لذلك هذه الوصفه كتعمل منشطه العديد من اجهزه الجسم على راسهم الجهاز الهضمي، وكذلك غازات المصران وانتفاخ المصران ومشاكل القبض اللي غالبا مرتبطه بالهضم، وكيقضي نهائيا على مشكل حرقه المعده. قبل ما ندوزو طريقه التطبيق واستعمال كل شيء دير جيم اكسبلور وصل الفيديو اكثر عدد ديال المشاهدات. الطريقه هي غناخذوا التمر طري وكميه تكون مناسبه على حسب الفرد، ننزعوا النواه ونغسلوه نحطوه كيغلي، من بعد نزيدوا عليه ماء بارد ونعصروا يخرج منه داك الماء، نحطوه في مقلة مع شوية زيت الزيتون، من بعد نبقاو نزيدوا عليه العرعار، ملعقة كبيرة ديال العرعار، ونبقاو كنخلطو تيتجانس لينا الخليط. بعد ذلك كنستناو حتى يبرد نحتفظوا به في الثلاجة، نبقاو ناخذوا ملعقة صغيرة كل صباح للريق. وصفة غتهنيكم من مشاكل قرحة المعدة وبالأخص الناس اللي كيعانيو من حموضة. بالنسبة للوصفة غير صالحة للناس اللي عندهم مشاكل في الكلي وكذلك الحوامل والمرضعات، يبغى الوصفة ديجا بخيباغي تواصل معنا في الرقم 0679 82 79 43. أحبكم.